لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، كما تدين تدان، سنة من سنن الله عز وجل في الكون لا تتغير ولا تتبدل، سنة دلت عليها آيات القرآن وأحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ولو أننا وضعناها نصب أعيننا لزجرتنا عن كثير من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لو أننا أحللناها في قلوبنا ومن قلوبنا المحل اللائق بها لتراءى لنا ما ينتظرنا من عاقبة أعمالنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرون لم يسمعوا هذا الحديث قبل ذلك، يقول: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. تأمل في قواعد هذا الحديث: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. ثم يتوجه إلى أمته فيقول: فاسلكوا أي طريق شئتم. ليه؟ فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. أخرجه أبو نعيم. وزاد الحاكم: فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. أنت كيف هو قدر الله في قلبك؟ هل أنت وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت معظم لحرمات الله سبحانه؟ كم هو وكيف هو قدر الله في قلبك؟ الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. لو استحضر الظالم الباغي عاقبة ظلمه وأن الله سيسقيه من نفس الكأس عاجلا أو آجلا لكف عن ظلمه. لو تفكر القاتل الذي يهدم بنيان الله ويهدر الدم الحرام بغير حق، لو تفكر في هذه القاعدة وتدبر الحكمة القائلة: بشر القاتل بالقتل، لأحجم عن فعلة عاقبتها الهلاك والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولو أن هذا الفاجر الذي يعبث بحرمات الناس وينتهك أعراضهم، لو علم أن عدل الله قد يقضي بأن يسلط على عرض أمه أو زوجته أو ابنته أو أخته من لا يتقي الله فيه فينال منه كما نال هو من عرض غيره، لرعوى وانزجر. وصدق القائل: من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. ولو أن الوصي على مال اليتامى سول له الشيطان أكله بالباطل، لو أنه حينما يسول له الشيطان ذلك يستحضر قول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لو استحضر ذلك لاتقى الله فيهم، لقال قولا سديدا كي ينال رضا الله أولا ثم يحفظ في ذريته من بعده جزاء وفاقا. هذه القاعدة: كما تدين تدان، أو الجزاء من جنس العمل، فيها أعظم مواساة للمظلوم المستضعف والمقهور المغلوب، حيث تأزه وتدفعه على الصبر والثبات، وثوقا بموعود الله الذي يمهل ولا يهمل، الذي يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، تمد المؤمن بوقود إيماني يدفعه للمضي في طريقه صابرا محتسبا. إذا ظلم وأكل ماله بالباطل يعلم أن الله عز وجل لن يترك هذا الظالم، وإذا اعتدي عليه يعلم أن الله عز وجل سيرد له حقه. وهكذا يعيش المؤمن في ظلال هذه القاعدة التي هي أثر من عدل الله عز وجل. ولكن هل من دليل في القرآن أحبتي دل على هذه القاعدة؟ والإجابة: نعم، دلت عليها نصوص كثيرة. من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به،
من يعمل، أي إنسان كان كافرا كان أو مسلما، الكافر يجزى بالنار كما نعلم، وأما المسلم فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فيما سوى حقوق الناس. أما حقوق الناس لابد فيها من المقاصة، أن يتحلل الإنسان من ظلمه، وإلا فإنه معرض للأخذ من حسناته في الآخرة، فإذا فنيت حسناته وضع عليه من ذنوب وخطايا الذين ظلمهم. لما نزلت هذه الآية وكلنا الآن سمعناها بل وقرأناها في المصحف أكثر من مرة، لكن انظر للأثر في حياة الصحابة، لما نزلت هذه الآية بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، خافوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة. يعني هذا من الجزاء على ما يفعل الإنسان من السوء، في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها، فكل ذلك إذا احتسبه الإنسان كان سببا في تكفير سيئات. من يعمل سوءا يجزى به، هذا الجزاء قد يكون عقوبة معجلة في الدنيا وقد تؤجل العقوبة في الآخرة، لكن كل سوء له جزاء. قال البقعي رحمه الله: من يعمل سوءا يجزى به، علق عليها فقال: أي بالمصائب من الأمراض وغيرها، عاجلا إن أريد به الخير وآجلا إن أريد به الشر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عوقب في الدنيا عذاب الآخرة أهون وأيسر، أما إذا أجل وأخر له العذاب في الآخرة فالأمر أخطر وأشد. وصدق من قال: من زرع الحنظل لم يجتني الورد والعنبر، ومن شرب السم الزعاف لم يجد طعم العسل. كذلك من ضيع حق الطاعة لم يستمكن على بساط القربة، ومن وسم بالشقوة لم يرزق الصفوة. ودليل آخر قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. تأمل في التعليل: جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. من كان كذلك ومن ارتكب هذا المنكر وهذه الجريمة فجزاؤه على ذلك إذا استوفيت الشروط هذا الحد، حد القطع، مجازاة على صنيعه السيء في أخذه أموال الناس بالباطل بيده، فناسب أن يقطع ما استعان به في ذلك، والجزاء من جنس العمل. تأمل في تشريح هذا الحد، حد قطع اليد: السارق يفكر في زيادة كسبه، السارق يستقل ما كسبه من حلال، يريد أن ينميه ولو بطريق الحرام، يطمع في عمل غيره، يريد أن يثمر أمواله، معايا ولا إيه؟ فيسرق أموال غيره، فجاءت الشريعة بعقوبة القطع، فقطع اليد يؤدي إلى نقص الكسب، لأن أداة الكسب هي اليد، وهذا واضح جدا في أن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. ودليل ثالث قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. تأمل: كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لتركهم الإيمان به أول مرة عاقبهم الله بتقليب أفئدتهم وأبصارهم، ولذلك كانت المواعظ تأتيهم ويرونها تترى والمعجزات والآيات، ومع ذلك لم ينفذ الإيمان إلى قلوبهم، لأن الله طبع عليها بسبب إبائهم ورفضهم الإيمان. دليل آخر قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني نسلط بعضهم على بعض، نهلك بعضهم ببعض، ننتقم ببعضهم من بعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. وسيأتي معنا أحبتي من القصص القديم والمعاصر ما يؤكد هذا المعنى. قيل للأعمش، أو كان الأعمش رحمه الله يقول عقب هذه الآية: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم، إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. وكان بعضهم يقول: إذا أراد الرعية أن يتخلصوا من أمير ظالم فليتركوا الظلم، إذا أراد الرعية أن يتخلصوا من أمير ظالم فليتركوا الظلم. كثير من الناس إنما يحمل ما هو يعيشه من المشاكل والمصاعب والآلام على غيره دوما، ولا ينظر في نفسه، لا ينظر في أعماله، وهذا من الخلل في الفهم، ولا يوصل أبدا ولا يوصل إلى تغيير وإصلاح. وقال الله تعالى وبها أختم: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا بآياتنا يجحدون. ما معنى ننساهم؟ هل الله ينسى؟ سبحانه منزه عن كل صفات النقص، لكن معنى ننساهم يعني نتركهم في العذاب جياعا عطاشا بغير طعام ولا شراب. لما؟
كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا، كما رفضوا الاستعداد له بإتعاب أبدانهم في الطاعة. يعاملهم الله عز وجل في ذلك اليوم معاملة من نسيهم، لأنه سبحانه لا يضل ولا ينسى، ينساهم فلا يجيب دعاءهم، لا يرحمهم لأنهم نسوا آيات الله وجحدوها. كما تركوا أمره وضيعوه تركهم في العقوبة، تأتي عليهم الأحقاب فلا كشف عذاب ولا برد شراب ولا حسن جواب ولا إكرام بخطاب، فلا كشف عذاب، لا يكشف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم، لا يجابون إلى ما سألوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وإذا استغاثوا بالله عز وجل أيضا لا إجابة لما سألوا بسبب كفرهم، جزاء لمن لم يعرف قدر الوصلة في أيام المهلة. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا؟ تأملوا في هذا العتاب. وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا، فيقول الله له: اليوم أنساك كما نسيتني. وفي رواية يقول الله عز وجل له: أين شكرك؟ فيقول: يا رب نسيت. فيقول الله عز وجل: اليوم أنساك. أيها الأحبة، آيات كثيرة تجدونها وأنتم تتلون القرآن في شهر رمضان تؤكد هذه القاعدة وتقررها، كثيرة جدا في سور القرآن الكريم، كي تكون شاهدا على هذه القاعدة، وتصلح أن تكون شاهدا على هذه القاعدة كما تدين تدان. وسيأتي معنا إن شاء الله في حلقات الغد وما بعدها ما يدلل به على ذلك من حياة الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من المعاصرين. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا نتعظ بذلك، وألا يجعلنا عظة وعبرة لغيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.